السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله وبحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله لصبغ الشعر باللون البني الداكن. أولا وفضلا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي على اليوتيوب، لا تنسي الضغط على الزر الأحمر أو زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله، وشكرا جزيلا لك. نمر الآن بحول الله إلى التعرف على المكونات الطبيعية الخاصة بهذه الوصفة لصبغ الشعر باللون البني الداكن. لدينا المكون الأول في هذه الوصفة، فلدينا البن أو القهوة، مسحوق القهوة. فكما نعلم أن القهوة لها العديد من الفوائد للشعر، فهي تعمل على تنعيم وترطيب الشعر، وكذلك تحميه من جفاف الشعر، وكذلك تساعده بشكل جيد جدا على تطويل الشعر وعلاج مشكل تساقط الشعر وتقصفه. وأيضا القهوة جد مفيدة وفعالة لصبغ الشعر باللون الداكن الجميل. وأما المكون الثاني في هذه الوصفة فلدينا الشاي الأسود، فأيضا الشاي له العديد من الفوائد للشعر، فهو يحمي وأيضا يعمل على تطهير قشرة فروة الشعر من جفاف الشعر، وكذلك يطهرها من الفطريات وكذلك من قشرة الشعر، وهو أيضا جد فعال لتنعيم الشعر وتطويله والزيادة في كثافته، وأيضا مفيد جدا لصبغ الشعر باللون البني الداكن. وسنحتاج كمقدار 3 معالق من القهوة أو بن القهوة مطحونة، وأيضا سنحتاج إلى 2 ملعقة كبيرة من الشاي الأسود. فأما فيما يتعلق في طريقة تحضير هذه الوصفة لصبغ الشعر باللون البني الداكن فهي جد سهلة وبسيطة. فكل ما عليك أخذ 2 كوب من الماء أو 3 أكواب، 3 أكواب من الماء، ثم تضيفين لها 3 معالق من القهوة، معالق كبيرة من مسحوق القهوة، وتقومين بإضافة أيضا 2 معالق من الشاي الأسود، معالق كبيرة، ثم تضعين جميع هذه المكونات على النار إلى أن تصل إلى درجة الغليان، ثم تقومين بتصفية الخليط جيدا، وبعد ذلك تقومين بوضعه جانبا إلى أن يبرد تماما. وأما فيما يخص طريقة استخدامه لصبغ الشعر باللون البني، فبعد الاستحمام يمكنك رش شعرك أو وضعه في زجاج أو في بخاخ على هذا الشكل. تقومين بإضافة المحلول في بخاخ، ثم تقومين بعد عملية الاستحمام برش شعرك بهذا المحلول، أي خليط مسحوق القهوة وكذلك الشاي الأسود، وتتركينها على شعرك بدون غسل، وتكررين هذه العملية 2 مرات في الأسبوع إلى أن تحصلي على اللون البني الداكن الجميل جدا. ويمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة لمحاربة مشكل الشيب المبكر الذي بدأ يظهر قليلا جدا، ويمكنك أيضا استخدام هذه الوصفة لحماية شعرك من الإصابة بالشيب المبكر وتأخير عملية ظهور الشيب المبكر، وذلك لأن هذه المكونات جد مفيدة وفعالة لتأخير ظهور الشيب المبكر. وأيضا يمكن للرجال استخدام هذه الوصفة لعلاج مشكل الشيب المبكر كذلك. وأما فيما يخص مرات استخدام هذه الوصفة، فيمكنك استخدام هذه الوصفة كما قلت 2 مرات في الأسبوع إلى أن تحصلي على النتائج المرجوة. وبعد مرور الأسبوع 2 من استخدام هذه الوصفة ستلاحظين أن اللون
البني الداكن بدأ يظهر. فهذه الوصفة كما قلت جد فعالة ومفيدة للحصول على أو صبغ الشعر بشكل طبيعي باللون البني الداكن. كانت هذه هي وصفة اليوم، أتمنى أن تجربيها وأن تتركي لي في صندوق التعليقات آرائك واستفساراتك حول هذه الوصفة. وإذا كان لديك أي طلب خاص حول وصفة معينة يمكنك أيضا طرحه في صندوق التعليقات وسأجيبك إن شاء الله. وإذا أعجبك محتوى الفيديو لا تنسينا من الدعاء ومشاركة الفيديو مع الأهل والأحباب لكي تعم الفائدة. ولك مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.